السلام عليكم، يا هلا والله. يا مرحبا والله ومسهلا، اخباركم؟ عساكم طيبين. بابا انا لوين؟ انا المصطبل كالعاده، هو الميدان على الميدان. لا الاول ان شاء الله باذن الله. قبل كل شيء في موقف حصل. اسلم. انا ما اصحى من جوالات ولا اصحى من منبهات الا من بعد ساعه ساعتين من بعد المنبه. جميل. يعني اوقف جوالي الساعه 6 الصبح ما اصحى للساعه 8. صحيت اليوم من الرجال قاعد يتحلم. حماس بالشوب. حماس بالشوب. اربع اربع بس. قصة البطولة، شوف الزحمة، شايف كذي البطولة. والله ولا في توتر واحد بالمئة. اكيد اكيد ما في توتر. وصلنا البطولة. هذا الشوط الاول مبتدئين. بابا انا هذا ميدان الاحمال، شوف الفرسان. سويت ما لحقت الشوط، خساره. سويت جبت المركز الاول والحين المركز الثاني. كفو كابتن مازن. ليش سوى يا كابتن؟ ما لحقت الشوط. ايش ايش اللي صار؟ امشي ابوك من المطار هنا. وينه؟ هيا هيا. الوالد 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 تو يجي من اهلا وسهلا. ارحب ارحب يا مرحبا. ارحب. لا شباب يقولون انك سوين شوط مجنون. مجنون بس ان شاء الله تكتب. ايصل شباب البطولة اللي راحت شربت من قهوتها قبل الشوط وخذيت الاول. تسلمين يا خالة. والله يكثر خيرك، والله يغانيك صراحة. تشرب قهوة تاخذ الأول أكيد، وتدعي لك مع القهوة. بيض الله وجهك يا خالة. والله لا يهينك، الله يسمع منك إن شاء الله. هلا بالجميل. وصل بشرف وصل. الله يطول عمرك. أخبارك؟ إيش الحركات ذي؟ تعال ماشي عندك. لحظة شفت بطني قريب. اسمك حصان جديد. الله يسعده يا أخي إن شاء الله. وكل شيء من عندي. وأمني وقلب حق الأذان، ما أبغى إلا أطلق حصان. الله يطول عمرك. يستاهل. إذا ما جبناه نجيب المين. الله يطول عمركم. من هذه البطولة وهنا لجنة التحكيم. هذا الشوط الأول، شوط المبتدئين، بعد الشوط حقنا شوط الهواء اللي من 80 إلى متر. فأنا التوفيق. إيش قلت؟ لا باقي ما وصل، الحين الشوط اللي بعده. خليه في الإسطبل يريح وياكل عشان يجيني وهو مروق. والله مشتاق يا حبيبي، أول ما يجي أدعيك. ذاك عشان روق، عشان نطلع إن شاء الله هناك، عرفتوا كيف؟ هاي واحدة خطط من خطط الفوز. إن شاء الله إن شاء الله نقول إن شاء الله. أمرني إيش تبغى؟ تبغى قهوة؟ تبغى بلاك؟ تبغى بلاك؟ ترى معي حصان مثلك اسمه بلاك، اشرب. هذول المبزرة اللي في الاسطبل، شوفوا كيف. انا مو بزرة. ايه شوفوا عاقل هذا. طقطق علي فيها. وش؟ انت ناشفني. طيب كيف قناتي جوجو؟ كل يوم. كل يوم؟ كل يوم. غدا 10 قبل ما انام كل شيء كل وقت. يا الله. يا اخي يا مشرف يا اخي انت قناتك. فضائية الله. لا حلو حلو. الله يسعدك. حلو. يوم اخوك يوم يخش اول بطولة لثاني بطولة. يا الله. يوم تجون الصبر الصبر. مين دخلك على المدرسة؟ اللي قدامي. كنت اتابعكم بس كان عند زامل. ايه. كنت اتابعك وكان معك واحد وبحته. الله اوسكار. اوسكار. كنت اتابعك. بعدين دخلت مجال القفز. الله. صرت اتدرب. الله يسعدك. يا اخي يا الله. صرت خيال. كم يقعد معي؟ ترى ميبي هي مسيو. يا. ماني عندي الانجليزية. تكلم بالعربي. تكلم بالعربي عشان نفهم. احنا وين؟ عربي مو بالعربي. بالرياض. دولة ايش؟ السعودية. السعودية. مسلمين. ايه. بالعكس هذه عادي. ايش فيك؟ هذول بنات الرياض. والله شوف الميدان كيف افضل. فرسان وفارسات. يلا هالهم توفيق ان شاء الله. ايه الجمال ده. اخبارك؟ عساك طيب. عندك اختبار بعد البطولة؟ الله يعينك ان شاء الله. يوه وقته يا اخي ماشي. وقته غلط. غلط. زين وسهلين. الشوط قدم يقولون اسمك ترى. ما شاء الله. امرني. اوصل الساعة. ابشر ازهل. ما تحسن ضحكة مشرف كان سهلة. خلاص انا تعودت مع الخيل. ما عاد يمدي. ما اهل السلام بيقولون غيرها. قلت ما معكم. سهلتي سهلة. واحدة اشوف. اصحى.
شاء الله تبارك الله. جولة رائعة، جولة موفقة. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. أنا قصرت. الله يعافيك. أحلى فارس. الله يطول عمرك. وأحلى من ينشر ويثقف عن الفروسية. وانا من متابعينك. الله يطول عمرك، شرف لي كبير ويعطيكم الف هذا اللي جالسين تسوونه. استمتع دايم والله بفيديوهاتك. اسم الكريم؟ عبد الله الزهراني. والله 70 نعم. بطل ما شاء الله. كيف الحال؟ ايش الوحشه ذي؟ انا ما شفتك قلت الاول خلاص ادور الحين ندور الثاني. الله يسعدك. كاتب مدرب حركات فرسان يطلعون. يا ولد الله يوفقك ان شاء الله. والله اقول لك يا الحين مستقبلا ان شاء الله تصير من احسن فرسان السعوديه باذن الله. الله منجلها من بعدك. يلا بالتوفيق. اهدى قريب. الله يا بطل. ايه هذا الكلام، هذا الكلام، هذا بطل بطل. يعطيك الف عافيه. ايه هذه القوه، هذه تدري ليش جاب الاول؟ عشانك مدربه. ابراهيم هذا الكلام ابراهيم. الجنون هنا بطل. اكسر بكسرك قبل الشوط. ها هات هات هات. واحد ها اثنين. دقيقه دقيقه. هذه اول واحده. ها يمين. إيه؟ لين ايوه جميل. يعني هذه ثلاث مرات. ايوه بعدين الله بنعيدها. يلا يلا ها. الله سويتها. عيد 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 عشانك مو لابس قرابه ما تقفل. الله يعطيك الف عافيه. نتعلم منك يا اخي. اصحاب المحلات دولة. روسيا كذا بسيط. هذا ادخل فيه تجيني السعاده والراحه اي محل فروسي يتابع قناتي الحق. اهلا انت. ها الله عليك. كفو كفو. والله اني اتابع مقاطعك واحبك والله. تكفى. انا والله اللي احبك. الله يا بطل. الان افتحوا الميدان. الشوط اللي الحين فيه شوط 80 متر. بسم الله ندخل باليمين. يلا ها معنا واحد اثنين واحد اثنين ثلاث. بس مركز الاول باذن الله. الله يسمع منك حبيبي. بسنا وجهزنا والان شوطنا. يلا فان التوفيق ان شاء الله. خيلي تكفى خيلي بيبدا الان الشوط. الحين طياره مين الان نسرجه ونضبطه على طول نشارك. هلا بالبطل. الناس زعلان يبغى زامر وزامر مره عذبنا في العربه. يبغى يكسر العربه ما يبغى يروح يخليه. ما بقتكم والله ما بقت. داخل الشوط الحين. هالك التوفيق. على كل حال الى الان طلعت جوله مع ناس بزمن جميل صارت وسهلين. والله ما سويت شيء حبيبي. والله ان شاء الله ان شاء الله نسويها مع زامر. زامر فانا توفيق. تقول ايش تقول؟ ليه ما جبت الصغير معك؟ حمودي. ايه ان شاء الله اجيب البطوله الجايه. يا خلي يا اركب سي سي. ابشر اجيب حمودي. يا اليوم قال حمودي حمودي لازم حمودي. ابشر وابشر. ايش تقول؟ الله يسمع منك. ايش تقول يا منحي؟ ما شاء الله والله كلنا من الموجبين ما شاء الله. تستاهل يا حبيبي. كم واحد مر من عندك يا اخي؟ انك على اف يا اخي. الله يسعدك وياك ان شاء الله. اقول بطوله تنشطي عادي حتى لو ما جاب الاول جاب الثاني. هو متاهل. الله عودنا على الاول. خالك يا اخي مش كهنا عودنا على الاول. شرب سعادتك. يلا زامر الان هان التوفيق ان شاء الله. يا مرحبا. والله تقول ما تروح لين شوف زامر وسلم. مسكتك ما تروح لين تجلسون تشوفون شوطي. اي والله ان شاء الله عاد اجملكم. انت مجمل ان شاء الله. الله يطول عمرك. يلا نشوف.
بطل. همشي كلير كلير ما هم يا بطل يا بطل يا بطل يلا مشرمس يا بطل ما بنسى فيك بابا. يلا يا ربي يلا يا ربي وحش وحش. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. هل يكسر الرقم علي المقعدي ولا لا 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 والله بطل بطل والله بطل مشرف منافس حقيقة يعني ولكن هي توفيق من الله. هو أخطأ على الحصان وهو عارف ولا عاقب الحصان ولا ضربه ولا سمعه. وهذه روح الفارس روح الفارس مع جواده. نلاحظ بعض الفرسان إذا أخطأ ولا امتنع جواده اشتغل بالكرباج وهذا خطأ. أداء رائع من الفارس مشرف. الإشادة بما قام به الفارس مشرف عند الامتناع على الحاجز العاشر شاهد مهدو في الفارس مشرف وعدم الانفعال عدم استخدام الكرباج وهذه أخلاق الفارس. مدرسة والله يا مشرف مدرسة. شكرا لك فارس مشرف بطل والله بطل. نتعلم منهم الكثير. التعامل التعامل الفارس مع جواده تعبر عن ارتباط بين الفارس وبين الجواد. مو بشرط اني اعاقب جوادي بالضرب. ليش تضغط على نفسك؟ مو طيبة اللي سويته شيء يشرف. انا يكفيني شهاده من الحكام يكفيني كلمتهم. الله والحمد لله على كل حال. نعوضها ان شاء الله في الجايات. يعطيك العافيه. الرابع مو كل مره يا اخي الاول على قولتهم. بعدين قالوا المتابعين الفلوق اللي راح قالوا نجيب الاول صح متابعين فهمكم فهم. ترى انا اقول لك بس اني ضربتك انا في البدايه بس ابغى تركيزك الاول. ما في مشكله بس الحمد لله ما في اي مشكله عادي. قضوا قدر شوف انا واقع عندي له حلا. إيه بتحسبني أنساك يا زامر. ها هاك 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 بالعافية بالعافية الحمد لله. الجاية تنعوض بعدين ترى جبين رابع وش نعوضها. الحمد لله على كل حال. بس حين تعودنا حين تعودنا على مشكلة اللي تعود يا أخي. تعودنا ما حد قالك تعودنا. لا والله مرة حضر الأول أول أول عاد كفاية خلاص روح أنت تتوج يلا شيء حلو. الرابع الله اخذنا ثلج اخذنا شوي برد اخر شوط خلاص مداوم. ايش جلسة تقول انت؟ ايش جلسة تقول انا اسمع يحش؟ انا شفت القصص اخر شيء. ها مش قال؟ شفت القصص صح؟ دقيقة ايش قال؟ شوف انت شفت القصص نزلها بالسناب. ايه؟ انا شخص ها اشغل منبه الساعة 6 الى الساعة 8 وشغال ما اصحى الا الساعة 7 صحيت قبل المنبه تدري بصوت مين؟ مشرف. يا ولد انا وقتها اقول 3 الساعة كم يا خالد الساعة كم؟ الساعة 6 ونص والله اول مرة اصحى قبل المنبه. ايش كنت اقول؟ تسمع الحادث الاخير ها؟ اصحى بيمسك علي ذا الحين الفروسية بكلمة واحدة حياة حماس شهامة حياة تتكلم متعة انضباط شيء لا يوصف بالنسبة لي شيء يحسسني بعالم آخر حماس متعة فن وأخلاق وذوق الله حياة متعة تقدر تقول الصبر اتزان على المرونة شغف شغف حب شغف إبداع حماس عالم ثاني كوكب ثاني أحلى شيء في الدنيا أحلى شيء متعة متعة حياة إبداع وحماس شغف متعة كل شيء متعة عشق أفخم رياضة بالعالم متعة حماس شغف حياتي هواية نهاية شيء جميل هواية جميلة متعة أفن متعة حياة حياة متعة 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 نفس تعليم ومتعة والله I love this متعة توفيق ما انت اختصاصا بس انت حديتني التزام يا طالب خلصنا من الرجال علمك الصبر علمك الحكمه علمك الرزانه
اتمنى الفلوق عجبكم. طبعا نحمد الله نتعلم من اخطائنا، يوم لنا يوم علينا، مره كذا ومره كذا. الحمد لله على كل حال ما نزعل دايم، لا تزعل من حقك، لا تزعل ولا يعني تسب نفسك ولا تقول ما سويت، هذا كل شيء مكتوب لك. لعلها خيره والخيره فيما اختارها الله. طبعا نحمد الله ونشكره دائما. نهايه البطوله، يعطيكم الف عافيه، مع السلامه، يلا سلام.